Hadith 11. Being cautious of the doubtful. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. حسن ابن علي ابن أبي طالب, the beloved grandson of the Prophet, narrates: I memorized this from the Messenger of Allah, peace be upon him. Leave what makes you doubtful for what does not.